السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحجاج ابن يوسف الثقفي خرج يوما من الكوفة، والحجاج كما هو معروف من أقوى الناس شخصية، ومن أشدهم بطشا، ومن أسرعهم سفكا للدماء، وهو شخصية مرعبة ونادرة عبر التاريخ الإسلامي. فلما خرج من الكوفة رأى أعرابيا فسأله وقال له: ما تقول في أميركم؟ فقال الأعرابي: الحجاج؟ قال: نعم. قال: لعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين. فقال له الحجاج: أتعرفني؟ قال أنا الحجاج. فارتاع الأعرابي، لكن كان عنده سرعة بديهة، فقال الحجاج: أتعرفني؟ قال الحجاج: لا. قال: أنا مولى بني عامر، وجن يعني أصير مجنون في كل شهر 3 أيام، وهذا اليوم هو أشدها. فضحك الحجاج من قوله وتركه.